اسمع، مصيبة، لازم ندير بالنا. طول ما انه رودريجو لارا بونيل لوزير العدل رح نتبهدل ونكون بخطر. لا 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 دقيقكن. شفت ما احلام؟ قولتكن يا شباب امتى رح يتحقق حلمي واركب بهالطيارة وسافر على بوغوتا مدينة الجاي؟ لك باب لو مو هذا اقواسيل؟ سلاح وشو ما كان نوعه؟ فيك تجربنا ومنوعدك انه رح تكون مبسوط. إذا قبلت شغلكن في معكن سلاح؟ البضاعة اللي معكن فيها بيانات جمركية نظامية. انت واحد كلبه حقير، انا بورزيك قيمتك يا ندل. انا شخصيا عم باخده وبيعه هنيك. وبتروح لهنيك عن طريق البر؟ لا، شو بالبر، عم سافر بالطيارة.